الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, salavat i selam na Božeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, poseban selam našim uzoritim šehidima. Ja bih najprije da izrazim zadovoljstvo što mogu poželiti dobrodošlicu i poselaniti prije svega porodice šehida koje su danas ovdje prisutne, zatim svi u vas koji ste odvojili svoje vrijeme i došli na ovaj naš današnji program. Posebno selamim predsjednika udruženja Odreda šehid Resul Kačuni Busovača Sejošljivara, zatim generala, našeg generala Džemo Merdana, zatim komandanta 7. muslimanske brigade Amira Kuburu, zatim predsjednika ratnih vojnih invalida Ekrema Ivarđiju, jednog od organizatora otpora Zihniju Aganovića, komandanta bataljona 325. brigade Urem Nesada, profesora vjeronauke Aliju Tvrtkovića. Jesam dobro rekao? I želim naravno da im se zahvalim i u svoje ime i u ime džematskog odbora i džemata Gornja Rovna uopšte, da im se zahvalim što su odvojili svoje vrijeme, što su došli ovdje da uljepšaju i uveličaju ovaj naš program. Također, sa vjerske strane, selamim svoje kolege i mame koji su danas ovdje sa nama i koji će danas sa nama učiti ovaj kelime i tehije. Prije 30 godina svoj život na Allahovom putu dao je rahmetli Sead Hodžić i to je povod našeg današnjeg okupljanja ovdje na ovom mjestu, a okupili smo se kako bismo proučili Jasin i Kelime i Tevhid svim šehidima džemata Gornje Rovne ili mjesne zajednice Gornje Rovne, na taj način čuvajući sjećanje na njihovu žrtvu i moleći Allaha dželešanuhu da naše današnje ibadete ukabuli, a da naše šehide učini, ako Boga inšallah, našim šefađijama na sudnjem danu. Sada ćemo početi sa učenjem Jasin i Šerifa, a zatim ćemo proučiti Kelime i Tevhid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة لا آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. وعملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.
وإن نشأ نهلكهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من ملقنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجوهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها من فمنها ركوبهم ومنها يأكلون فلهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قوم إنا
نعلم ما يسرون وما يعلنون أفلم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام من يرمي صدق الله قل يحييهم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء محمد وعلى آله عدد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن اسبوتاس بسم الله. Jedan put sa bismilom prošti sure kul e'udhu bi rabbil felek i kul e'udhu bi rabbin nas. Al-Fatiha. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله أنت الحادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي 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 أنت الحق ليس الهادي إلا هو إلا الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 Allah, 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 All
لا مالك الإدارين إلا Allah.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة Da Allah Đelešanu kabuli sa vama.